مشاهدي الكرام، مرحبا بكم. تم أخيرا الإعلان عن أول ممثل يغادر سلسلة ظهور الدم في الموسم الجديد، ألا وهو الموسم الثاني. لا تنسوا أبدا الإعجاب بالفيديو قبل الدخول في تفاصيل الخبر. يحاول المسلسل الذي حطم أرقام المشاهدة في كل من تركيا وخارجها مع موسمها الأول لتعزيز طاقم الممثلين في الموسم الجديد. بدأت الأسماء التي ستغادر المسلسل لأول مرة في المسلسل صفحة سيليناي تاشول التي قدمت أداء تمثيليا أسطوريا مع شخصيتها الجميلة، حيث ستقدم مشروعا جديدة. الممثلة الجميلة ذهبت إلى طرابزون للمشاركة في فيلم جديد ستحيي شخصية غولسيم في هذا الفيلم الجديد. فهل ستستمر الممثلة الناجحة في الظهور في مسلسل ظهور الدم في الموسم الجديد بعد انتهاء التصوير؟ على الرغم من أن الممثلة الشهيرة لا تدلي ببيان واضح حول هذه القضية، إلا أنه من بين الادعاءات بأنه لن تكون في الموسم الجديد. إذن كيف تجدون تمثيل سيليناي تاشول؟ سأكون سعيد إذا شاركتم معي أفكاركم القيمة أسفل الفيديو.